أعلنت وزارة الشباب والرياضة صرف مخصصات أندية الجمهورية وأبطال المحافظات للموسم الرياضي 2017، بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت وطأة قوات الاحتلال. تأكيدا بأن صنعاء ما زالت العاصمة لكل اليمنيين، جرى خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الشباب والرياضة صرف مخصصات الأندية وأبطال المحافظات على امتداد الأراضي اليمنية، بما في ذلك المحافظات التي ترزح تحت وطأة قوات الاحتلال، في تأكيد على واحدية المصير وأن جميع المحافظات تحظى بنفس القدر من الاهتمام دون تمييز. رسالة لأبنائنا، لشبابنا، للرياضيين في المحافظات الجنوبية أنهم جزء منا ونحن جزء منهم، ومهما كانت المشاريع الظلامية والمشاريع الاستعمارية ومشاريع ثقافة الحقد والكراهية والتشطير، إلا أن صنعاء ستظل هي الأم، وأن صنعاء ستظل هي الحاضنة، وأن صنعاء ستظل هي مدينة السلام ومدينة التسامح. الخطوة المتمثلة بصرف شيكات مخصصات الاتحادات والأندية لاقت ارتياحا لدى البعض، كونها ستساهم في الدفع بعجلة النشاط الرياضي المتوقف منذ فترة، لكن البعض الآخر شدد على ضرورة الإسراع في عملية تحويل الشيكات إلى نفقات تشغيلية وتنشيطية حتى لا تذهب هذه الخطوة الإيجابية هدرا. طبعا احنا نعتبر ذا الخطوة إيجابية، أن يتم الصرف لجميع الأندية، لأن وزارة الشباب تشمل الجمهورية اليمنية بكاملها ولا تشمل جزء معين من الوطن، ونتمنى أن يكون هنالك جدية في صرف المخصصات الخاصة بتشغيل الاتحادات والإيجارات، وأيضا كذلك إقامة البطولات والتصفيات وما إلى ذلك. ونتمنى أن احنا إنه من الاهتمام بالاتحادات، خاصة بموضوع صرف الدعم التشغيلي وهي مبالغ بسيطة، وأيضا الإيجارات كأقل شيء. تسلم 320 ناديا وأبطال الفروع لمخصصاتهم، خصوصا في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان، من شأنه تحريك المياه الراكدة في الأنشطة الرياضية، وكذا إزالة الرواسب العالقة وأوجه الخلاف بين شباب ورياضيي الوطن الواحد، وتعزيز قيم التسامح والإخاء. تامر عبد الوهاب، اليمن اليوم.